قدم مباراة كويسة جدا هات لي من وسط الملعب، من وسط من تحت الملعب. لفوق، لا لا، من وسط الملعب، من وسط الملعب. عمرو السولية، عمرو السولية بصراحة جندي مجهول. انا في اللي هقول لك الاسماء وانت قول لي مين، عشان ماشي برضو ما عمرو، نبقاش. ماشي عمرو السولية قدم يعني الجندي المجهول في المباراة. دايما في الفترة الأخيرة طريقة لعب فايلر الناس يمكن مش حاسة قوي بدور عمرو السولية. طريقة لعب فايلر محتاجة ضغط عالي، يعني احنا بنضغط ضغط عالي على الفرق المنافسة، وبالتالي انت بتلعب دفاع عالي على الفرق المنافسه كده، فاي فريق يقدر ان هو يضربك بتمرير طولي، وبالتالي انت لازم يعني تستحوذ طريقه لعب فايلر ان انت تستحوذ على الكوره اكتر فتره ممكنه، وبالتالي محتاجه ان الاثنين الارتكاز دول لازم يقطعوا الكوره بمنتهى السرعه. قدره على استعاده السكند بول الكره الثانيه، عمرو السوليه بيقوم بدور مهم جدا. يعني اصل في للبعض قال لي ايه السكند بول او ايه الكره الثانيه، فاحنا لما اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت، الكره الثانيه هي الكره المرتده، اهم حاجه في كره القدم دلوقتي حاليا الحديثه، الكره الثانيه. اهم حاجه في الكره الحديثه حاليا الكره الثانيه. عمرو السوليه بيقوم بالدور دي، يعني الكره المرتده من المدافعين او الكره المرتده من المنافس هو بيستعيدها عمرو السوليه بالظبط كده، ان انت تستعيد استحواذ على الكوره. واكتر خلينا نفهمها للناس، لو يفتكروا هي بدات اهميه الكره الثانيه اعتقد كانت في 2006 او 2007 2008 لما بدأ بيب جوارديولا يطبق هذا النظام في برشلونه، اللي هو مطرح ما الكوره تتقطع منه لازم يخش ياخدها. صح، وده الدور اللي بيعمله عمرو السوليه. عمرو السوليه سر نجاحه مع رينيه فايلر هو استعادته، هو طالب منه كده اقطع لي الكوره الثانيه بسرعه عشان افضل مستحوذ وسلم. هو دور بقى جنبه قفشه، قفشه بيديك عمليه الاستحواذ. يعني عمرو السوليه لو استعرضنا ارقامه اتفضل، رقم واحد صنع هدف، هو طبعا بيلعب هولدنج ميدفيلدر، ولكن هو صنع هدف شفناه بيشارك في الكوره، يعني في الاسيست كمان. هو ثالث اكتر لاعب قطع الكوره 16 مره، اكتر لاعب استعاد الكوره الثانيه، نركز في الجمله دي مهمه قوي، 14 مره. ثالث اكتر لاعب عامل تمرير طولي من ورا، 7 تمريرات. نسبه دقه التمريرات القصيره 91.6 من 10، عدد العرضيات 1، حصل على خطأين وارتكب خطأ 1. فعمرو السوليه دوره مهم جدا، بما ان احنا بنتكلم على لعيبه الوسط، افشل دور اللي جنبه. افشل بيعمل لك، يعني عمرو السوليه قلنا استعاد السكند بول الكره الثانيه، اللي جنبه محمد مجدي افشل بيديك عمليه الاستحواذ، عمليه التمريرات. محمد مجدي افشل بسم الله ما شاء الله، يعني بيديك عدد كبير جدا من التمريرات الطوليه، رهيب جدا، بيلعب على طول لقدام. أيوه. ده انا ما شفتش العدد ده يمكن من 3 سنين مثلا او من 4 سنين في النادي الاهلي، واحد يعمل 25 تمريره طوليه، 25 تمريره طوليه ما شفتهاش في رقم. يعني محمد مجدي قفشه النهارده عامل 20 تمريره طوليه، 12 منهم